وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ أجل يا أخي، لا بد من حضورها. سأكتب لها كتابا من وقتنا هذا وأقول لها أريد أن تحضري عندي أنت والملكة صفية بنت الملك أفريدون ملك القسطنطينية ومن شئتم من أكابر النصارى من غير عسكر. والله إن فعلت ذلك يكون فيه الخير. فلما وصل الكتاب إليها وقرأته وعرفت خط الملك رمزان فرحت فرحا شديدا، وتجهزت من وقتها وساعتها للسفر، هي والملكة صفية أم نزهة الزمان ومن بصحبتهم. ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا إلى بغداد، فتقدم الرسول وأخبرهم بحضورها، ثم إن الملك رمزان تقدم أمامهم وخرجوا يقابلون العجوز في ألف فارس. فلما وقعت العين على العين ترجل رمزان عن جواده وسعى إليها، فلما رأته وعرفته ترجلت إليه وعانقته، ففرط بيده على أضلاعها حتى كاد أن يفصمها، فقالت: آي ماذا؟ فلم تتم كلامها حتى نزل إليها كان ما كان والوزير دندان، وزعقت الفرسان على من معها من الجوار والغلمان، وأخذوهم جميعا ورجعوا إلى بغداد. وأمرهم رمزان أن يزينوا بغداد فزينوها 3 أيام، ثم أخرجوا شواهي الملقبة بذات الدواهي، وعلى رأسها طرطور أحمر مكلل بروث الحمير، وقدامها مناد ينادي: هذا جزاء من يتجرأ على الملوك وعلى أولاد الملوك. ثم صلبوها على باب بغداد. وهكذا تتصرف الصدف وتجري الأقدار حتى يأخذ كل واحد جزاءه بأمر الواحد القهار، ويتأكد كل واحد أن لا بد من عقاب كل خائن غدار، ولو اختفى في الدهاليز أو أحاطت به الأسوار. وهذا وعد من الحي القهار ليتعظ كل خبيث مكار، ويصدق في القول ليكون من الأخيار، ويعمل المعروف ويتجنب ما هو عار. يا سيد صلوا على النبي. استاذ شهريار سيد الأخيار إعجابا بشهرزاد وهي بين الجوارك الأقمار. أي يحب مولاي أن أحدثه في موضوع يرغب فيه؟ نعم، أشتهي عليك يا شهرزاد أن تحكي لي شيئا من حكايات الطيور. بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان طاووس يأوي إلى جانب البحر مع زوجته، وكان ذلك الموضع كثير السباع وفيه من الوحوش، غير أنه كثير الأشجار والأنهار. وكان ذلك الطاووس يأوي مع زوجته إلى شجرة من تلك الأشجار ليلا من خوفهما من الوحوش، ويغدوان في طلب الرزق نهارا، ولم يزالا كذلك حتى كثر خوفهما، فصارا يبغيان موضعا غير موضعهما يأويان إليه.
فبينما هما يفتشان إذ ظهرت لهم جزيرة كثيرة الأشجار والأنهار، فنزلا فيها وأكلا من أثمارها وشربا من أنهارها. فبينما هما كذلك وإذا ببطة أقبلت عليهما وهي في شدة من الفزع، ولم تزل تسعى حتى أتت إلى الشجرة التي عليها الطاووس هو وزوجته فاطمأنت، فلم يشك الطاووس في أن تلك البطة لها حكاية عجيبة. فسألها عن حالها وعن سبب خوفها فقالت: وات إنني مريضة من الحزن وخوفي من ابن آدم، فالحذر ثم الحذر من بني آدم. لا تخافي حيث وصلت إلينا. وات الحمد لله الذي فرج عني همي وغمي بقربكما، وقد أتيت راغبة في مودتكما. أهلا وسهلا ومرحبا، لا بأس عليك. ومن أين يصل إلينا بنو آدم ونحن في هذه الجزيرة التي في وسط البحر؟ فمن البر لا يقدر أن يصل إلينا، ومن البحر لا يمكن أن يطلع علينا. فأبشري وحدثيني بالذي نزل بك واعتراك من بني آدم. اعلمي أيتها الطاووسة أني في مثل هذه الجزيرة طول عمري آمنة، لا أرى مكروها. فنمت ليلة من الليالي فرأيت في منامي صورة ابن آدم وهو يخاطبني وات، وسمعت قائلا يقول: أيتها البطة احذري من ابن آدم ولا تغتري بكلامه ولا بما يدخله عليك، فإنه كثير الحيل والخداع. وات فالحذر كل الحذر من مكره، فإنه مخادع ماكر، كما قال فيه الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغ منك كما يرغ الثعلب. وك واعلمي أن ابن آدم يحتال على الحيتان فيخرجها من البحار، ويرمي الطير ببندقية من طين، ويوقع الفيل بمكره. وابن آدم لا يسلم أحد من شره، ولا ينجو منه طير ولا وحش. وقد بلغتك ما سمعته عن ابن آدم لئلا يدهمني بحيلته ويصيدني بحبائله. ولم يأتي علي آخر النهار إلا وقد ضعفت قوتي وبطلت همتي، ثم إني اشتقت إلى الأكل والشرب، فخرجت أتمشى وخاطري مكدر وقلبي مقبوض. وات فلما وصلت إلى ذلك الجبل وجدت على باب مغارة شبلا أصفر اللون، فلما رأني ذلك الشبل فرح بي فرحا شديدا، وأعجبه لوني وكوني لطيفة الذات، فصاح علي وقال: اقربي مني، ما اسمك وما جنسك؟ وات اسمي بطة، وأنا من جنس الطيور. وأنت، ما سبب قعودك إلى هذا الوقت في هذا المكان؟ سبب ذلك أن والدي الأسد له أيام وهو يحذرني من ابن آدم، فاتفق أنني رأيت في هذه الليلة في منامي صورة ابن آدم. وات يا أسد، إني قد لجأت إليك في أن تقتل ابن آدم وتجزم رأيك في قتله، فإني أخاف على نفسي منه خوفا شديدا، وازددت خوفا على خوفي من خوفك من ابن آدم، مع أنك سلطان الوحوش. وات وما زلت يا أختي أحذر الشبل من ابن آدم وأوصيه بقتله، حتى قام من وقته وساعته من المكان الذي كان فيه وتمشى، وتمشيت وراءه ففرقع ذنبه على ظهره، ولم يزل يمشي وأنا أمشي وراءه إلى مفترق الطريق، فوجدنا غبرة طارت، وبعد ذلك انكشفت الغبرة فبان من تحتها حمار شارد عريان. وات وهو تارة يجري وتارة يتمرغ، فلما رآه الأسد صاح عليه فأتى إليه خاضعا وقال له:
أيها الحيوان الخفيف العقل، ما جنسك وما سبب قدومك إلى هذا المكان؟ يا ابن السلطان، أنا جنس حمار، وسبب قدومي إلى هذا المكان هروبي من ابن آدم. هل أنت خائف من ابن آدم أن يقتلك؟ لا يا ابن السلطان، وإنما خوفي أن يعمل حيلة علي ويركبني، لأن عنده شيئا يسميه البردعة يا ابن السلطان فيجعلها على ظهري، وشيئا يسميه الحزام يشده على بطني، وشيئا يسميه الطفر يجعله تحت ذنبي، وشيئا يسمى الجام يجعله في فمي، ويعمل لي من خاصا ينخصني به. وآخر ما يفعله بابن آدم يا ابن السلطان أنه يعلم أولاده الحكايات والخرافات والحجايات. نعم يا ابن السلطان، والذي تعذر عليه فهم الغازية يا ابن السلطان يؤنبه الأطفال ويرددون حمرتك ودبرتك، أنا نأكل عسيل عصمنا وانت تأكل دبرت الحمار هذا، وبعد ذلك إذا كبرت ولم أقدر على الجري يجعل لي رجلا من الخشب ويسلمني إلى السقائين فيحملون الماء على ظهري من البحر في القرب يا ابن السلطان ونحوك الجرار، ولا أزال في ذل وهوان وتعب حتى أموت فيرمونني فوق التلال يا ابن السلطان للكلاب، فأي شيء أكبر من هذا الهم، وأي مصيبة أكبر من هذه المصائب؟ ما سمعت أيتها الطاووسة كلام الحمار؟ اقشعر جسدي من ابن آدم وقلت للشبل: يا سيدي إن الحمار معذور، وقد زادني كلامه رعبا على رعبك. إلى أين أنت سائر؟ أنا إني نظرت إلى ابن آدم قبل إشراق الشمس من بعيد ففررت هرابا منه، وأنا أنطلق ولم أزل أجري من شدة خوفي يا ابن السلطان، فعسى أن أجد لي موضعا يأويني من ابن آدم. الفراق. فبينما ذلك الحمار يتحدث مع الشبل ذلك الكلام وهو يريد أن يودعنا ويروح، إذ ظهرت لنا غبرة فناهق الحمار ونظر بعينيه إلى ناحية الغبرة، وبعد ساعة انكشفت الغبرة عن فرس أدهم بغرة كالدرهم، وذلك الفرس مليح التحجيل حسن القوائم والصهيل. ولم يزل يجري حتى وقف بين يدي الشبل ابن الأسد، فلما رآه الشبل استعظمه وقال له: ما جنسك أيها الوحش الجليل، وما سبب شرودك في هذا البر العريض الطويل؟ يا سيد الوحوش، أنا فرس من جنس الخيل، وسبب شرودي هروبي من ابن آدم. لا تقل هذا الكلام، فإنه عيب عليك، وأنت طويل غليظ، وكيف تخاف من ابن آدم مع عظم جثتك وسرعة جريك؟ وأنا مع صغر جسمي قد عزمت على أن ألتقي مع ابن آدم فأبطش به وآكل لحمه وأسكن روع هذه البطة المسكينة وأقرها في وطنها، وها أنت لما أتيت في هذه الساعة قطعت قلبي بكلام وأرجعتني عما أردت أن أفعله، فإذا كنت أنت مع عظمك قد قهرك ابن آدم ولم يخف من طولك وعرضك،
مع أنك لو رفسته برجلك لقتلته ولم يقدر عليك، بل تسقيه كأس الردى. هيات هيات أن أغلبه يا ابن الملك، لا يغرنك طولي ولا عرضي ولا ضخامتي مع ابن آدم، لأنه من شدة حياله ومكره يضع لي شيئا يقال له شكال، ويضع في أربعة قوائم، وفي تلك الشكالين يضع حبلا من الليف الملفوف للباد، ويصلبني من رأسي في وتد عال، وأبقى واقفا وأنا مصلوب، لا أقدر أن أقعد ولا أنام. يعمل لي شيئا في رجلي من الحديد اسمه ركاب، ويضع على ظهري شيئا يسميه السج، ويشده بحزامين من تحت إبطي، ويضع في فمي شيئا من الجلد يسميه الجام، ويضع فيه شيئا من الجلد يسميه الصرع. فإذا ركب فوق ظهري يا سيدي يمسك اللجام بيده ويقودني ويهمزني بركاب في خواصري حتى يدميها. ولا تسأل ابن السلطان عما أقاسيه من ابن آدم، فإذا كبرت وانتحل ظهري ولم أقدر على سرعة الجري يبيعني للطحان ليدورني في الطحون. فلا أزال دائرا فيها ليلا ونهارا إلى أن أهرب، فيبيعني للجزار فيذبحني ويسلخ جلدي ويبيع لحمي كفتة وكباب ويقسم أنه لحم البقر، وبعد ذلك يبيعني للغرابلي والمناخلي ويسلي شحمي. قل لي متى فرقت ابن آدم يا فرس؟ فرقته نصف النهار وهو في أثري. بينما الشبل يتحدث مع الفرس في هذا الكلام، وإذا بغبرة ثارت، وبعد ذلك انكشفت الغبرة وبان من تحتها جمل هائج وهو يبعبع ويخبط برجليه في الأرض. وات وات، ولم يزل يفعل كذلك حتى وصل إلينا، فلما رآه الشبل كبيرا غليظا ظن أنه ابن آدم، فأراد الوثوب عليه، فقلت له: يا ابن السلطان، هذا ما هو ابن آدم، وإنما هو جمل، وكأنه هارب من ابن آدم. ما سبب مجيئك إلى هذا المكان؟ جئت هاربا من ابن آدم. وأنت مع عظم خلقتك وطولك وعرضك كيف تخاف من ابن آدم؟ ولو رفسته برجلك رفسة لقتلته. يا ابن السلطان، أعلم أن ابن آدم له دواهي لا تطاق، وما يغلبه إلا الموت، لأنه يضع في أنف خيطا ويسميه حزاما، ويعمل في رأسي مخودا، ويسلمني إلى أصغر أولاده، فيجرني الولد الصغير بالخيط مع كبري وعظامي، ويحملني أثقل الأحمال، ويسافر بي الأسفار الطوال، ويستعملني في الأشغال الشاقة آناء الليل وأطراف النهار. وإذا كبرت وشخت أو انكسرت لم يحفظ صحبتي، بل يبيعني للجزار فيذبحني، ويبيع جلدي للدباغين ولحمي للطباخين. ولا تسأل عما أقاسي من ابن آدم. في أي وقت فارقت ابن آدم؟ فارقته وقت الغروب، وأظنه يأتي عند انصرافي، فلم يجدني فيسعى في طلبي،
فدعني يا ابن السلطان حتى أهيج في البراري والقفار. تمهل قليلا يا جمل حتى تنظر كيف أفترسه وأطعمك من لحمه وأهشم عظمه وأشرب من دمه. يا ابن السلطان، أنا خائف عليك منه، فإنه مخادع مكار. إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكنين سوى الرحيل. فبينما الجمل يتحدث في هذا الكلام، وإذا بغبرة طلعت، وبعد ساعة انكشفت عن شيخ رقيق البشرة، على كتفه مقطف، وعلى رأسه شعبة وثمانية ألواح، وبيده أطفال صغار، وهو يهرول في مشيه، وما زال يمشي حتى قرب من الشبل. فلما رأيته يا أختي وقعت من شدة الخوف. وات أما الشبل فإنه قام وتمشى إليه ولاقاه، فلما وصل إليه ضحك النجار في وجهه وقال بلسان فصيح: أيها الملك الجليل صاحب الباع الطويل، أسعد الله مساءك ومسعاك، وزاد في شجاعتك وقواك. أجرني مما دهاني وبشره رماني، لأني ما وجدت لي نصيرا غيرك يا ابن السلطان. وات ثم إن النجار وقف بين يدي الأسد وبكى وأنى واشتكى. فلما سمع الشبل بكاءه وشكواه قال له: أجرتك مما تخشى، فمن الذي قد ظلمك؟ ومن تكون أي الوحش الذي ما رأيت عمري مثلك، ولا أحسن صورة وأفصح لسانا منك، فما شأنك؟ إن قلت أنا ابن آدم أكلني. لا، الكذب ينفع في هذه المواقف. الكذب. يا سيد الوحوش، أما أنا فنجار، وأما الذي ظلمني فإنه ابن آدم. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع. إلى اللقاء مع الحلقة 64.